المساهمة ديالكم هي أنكم تفك راسكم قبل واحدة أخرى عم هشام بونيشان الموسيقى الجاوني مركز المصاحبه واعاده الادماج باكادير تابع لمؤسسه محمد السادس لاعاده ادماج سجناء تم اليوم بقاعه المركب الثقافي الشوكا سعيد الشتوك وبحضور السيد الكاتب العام وتفعيل الاتفاقيه الشراكه المبرمه بين مؤسسه محمد السادس لاعاده ادماج سجناء واللجنه الاقليميه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه بعمل الشتوك يتبع توزيع مجموعه من المشاريع المدرية للدخل لفائده النازلات والنزلاء السابقين للمؤسسات السجنيه. وقد استفاد من هذه العمليه ما مجموعه 15 نازل من بينهم مستفيدتان، وقد بلغت التكلفه الاجماليه لهذه المشاريع ما يناهز 500,000 درهم، وتروم هذه العمليه الى اعاده ادماج هذه الفئه في الناسجين الاجتماعي والاقتصادي. وقد غطت هذه المشاريع مجموعه من المجالات منها ما هو حرفي وفلاحي ومطعمي. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.